الطريقة الصحيحة لتعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين خطوة بخطوة. إذا تابعوا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرفوا الطريقة الصحيحة لتعلم اللغة الفرنسية. بما أنك دخلت إلى هذا الفيديو، إذا أكيد أنك مهتم أو مهتمة بتعلم اللغة الفرنسية من الصفر أو تحسين مستواك، حيث أن الكثير من الأشخاص يريد إتقان اللغة الفرنسية ولكنهم يفشلون لأنهم لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتعلمها، وكل يوم يصلون العشرات وأحيانا المئات من الرسائل على الفيسبوك واليوتيوب وغيرها من جميع الدول العربية وخاصة دول المغرب العربي، الجزائر والمغرب وتونس، لأشخاص يريدون التكلم بالفرنسية بطلاقة ويسألونني أسئلة مثل كيف أتعلم اللغة الفرنسية من دون معلم، وما هي أفضل طريقة لتعلم الفرنسية من الصفر، أو أريد أن أتكلم بالفرنسية لكن لا أعرف من أين أبدأ. وفي بعض الحالات تجدهم يتعلمون لكن بشكل خاطئ، وفي النهاية يفشلون في تحقيق هدفهم. إذا لكي لا تفشلوا تابعوا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرفوا الطريقة الصحيحة لتعلم اللغة الفرنسية من الصفر. لهذا السبب سوف أضع بين أيديكم هذا الدليل المبسط والذي يجب أن تقرأه بعناية أو تنصت إليه بعناية شديدة إن كنت حقا تريد تحسين مستواك أو تعلم الفرنسية من الصفر، حتى لا تكون مثل الكثير من الأشخاص الذين تجدهم يتهبطون مثل السمكة عند محاولتهم تعلم اللغة الفرنسية. وسامحني إن أطلت قليلا، لكن هذا لمصلحتكم حتى تحقق أقصى الاستفادة. إذا كما قلت لكم، لكي تستفيدوا ويستفيد الجميع، المرجو منكم نشر هذا الفيديو على أوسع نطاق مع أصدقائكم، ولا تنسوا كذلك وضع جيم للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديدنا. إذا أول وأهم شيء، حدد الأسباب والأهداف حتى تحفز نفسك. دائما يجب أن تعرف السبب والهدف وراء تعلمك للغة الفرنسية. لماذا يجب عليك أن تحدد الأسباب التي تدفعك إلى محاولة تعلم الفرنسية؟ الأمر سهل، تعلم اللغة الفرنسية يحتاج إلى جهد ووقت، والأهم الاستمرارية وعدم الانقطاع. وفي حالة لم تحدد أسباب مقنعة فإنك ستفشل ببساطة، لأنك لا تمتلك حافز قوي يدفعك إلى تعلم اللغة. ولهذا أنصحك بأخذ وقت مستقطع والتفكير ما هي الأهداف الحقيقية التي يمكنها أن تحفزك لتعلمها أولا. إذا يجب أن تعرف السبب وراء تعلمك للغة الفرنسية. هل تريد أن تتعلمها لأنك تدرس بها؟ هل تريد أن تتعلمها لأنك تريد السفر إلى بلد يتحدث بهذه اللغة؟ أم أنك تريد التحدث بها فقط والاستفادة منها في مهنتك وغيرها؟ إذا أول شيء يجب أن تحدد الأهداف. فهناك عدة أهداف تدفع المرء لتعلم اللغة الفرنسية، خصوصا أنها مهمة في البلدان العربية. رغم أن بعض الأشخاص يقولون بأن الإنجليزية مهمة، حقا الإنجليزية مهمة، ولكن تجد في بعض البلدان الفرنسية أهم من الإنجليزية، خصوصا مثلا إذا كنت في البلدان المغربية كما قلنا، أو مثلا في المغرب أو الجزائر، فالفرنسية مهمة في هذه البلدان، إلا إذا أردت أن تذهب يعني إلى بلدان أخرى التي تتحدث بالإنجليزية. إذا هذه اللغة تساعدك في دراستك ومهنتك وغيرها من الأشياء. إذا حدد الهدف الذي تريد من أجله تعلم هذه اللغة أولا، لكي يكون حافزا لك ولكي لا تفشل في تعلمها. ثانيا، نظم وقتك ولا تشتت. إذا يجب تنظيم وقتك وتخصيص وقت لتعلم اللغة. أسوأ شيء يمكن أن يحصل هو أن تكون ضائع عندما تتعلم أي شيء. لذلك يجب أن تحدد جدول لأوقات تعلم الفرنسية، وأنا أنصح أن تخصص ساعتين في اليوم أقل شيء.
إذا أقل شيء يمكنك فعله هو أن تخصص ساعتين في اليوم، إذا ساعتين في اليوم كل يوم يعني، وتضع يوم راحة في الأسبوع كافية لتعلم اللغة الفرنسية في وقت يعني في وقت غير طويل، يعني بأسرع الطرق. إذا تحدد وقت تعلم اللغة الفرنسية ولو ساعتين في اليوم فقط. إذا ساعتين تعلم اللغة الفرنسية ليس يعني لا يجب تحديد الوقت بالضبط، ولكن يمكن أن تقول ساعتين في اليوم سواء في الصباح أو المساء أو في أي وقت يمكنك فيه تعلم اللغة الفرنسية. أما إذا استطعت أن تضع أكثر من هذا الوقت فهو جيد، لكن لكي لا تفشل ساعتين فقط في اليوم مع يوم راحة في الأسبوع جيدة لتعلم اللغة الفرنسية. خطوات تعلم اللغة الفرنسية من الصفر. إذا هذه الخطوات مهمة جدا. هي أولا تعلم الأبجدية الفرنسية. ماذا نعني بتعلم اللغة الأبجدية الفرنسية؟ أنت الآن تريد أن تتعلم الفرنسية من الصفر، لذلك أول شيء تقوم به هو تعلم أساسيات اللغة التي يغفل عنها الكثير، مثل تعلم الحروف في اللغة الفرنسية. إذا كنت لا تعرف الحروف يجب تعلم الحروف الفرنسية بطريقة سليمة. هناك من يعرفها ولكن ليس بطريقة سليمة. في حالة كنت تعرفها لا مانع في مراجعتها سريعا والتأكد من نطقك السليم لها، حيث لن تستطيع القراءة أو الكتابة الصحيحة من دون تعلمها بشكل سليم. إذن هناك الكثير من يقول بأن الحروف غير مهمة، ولكنها مهمة جدا لكي تتقن النطق الكلمات، وعندما تتقن النطق الكلمات تعرف طريقة كتابتها. ثانيا، تعلم الأعداد باللغة الفرنسية. في البداية ابدأ بتعلم العدد من 0 إلى 10. إذن هنا نقول الطريقة يعني تعلم من الصفر. أما إذا كنت يعني تعلمت ومستواك متوسط فنتحدث كذلك عن من مستواه متوسط. في البداية ابدأ بتعلم العد من 0 إلى 10 في اليوم الأول إذا كنت لا تعرف، من 0 إلى 10، ثم من 10 إلى 20 في اليوم الثاني، ثم في مرحلة أخرى إلى 100 إلى 1000، ثم إلى ما لا نهاية في مرحلة متقدمة. إذا كنت تعرف الأعداد من 0 إلى 20 فالأعداد الأخرى سهلة أن تتعلمها بطريقة بسيطة. إذا كذلك تعلم طريقة نطق المقاطع الصوتية. إذا كما قلت لكم، تعلم طريقة نطق المقاطع الصوتية تساعدك في الكتابة وفي عدة أشياء أخرى. إذا النطق من أهم الأشياء التي يجب أن تهتم بها جيدا، لأن النطق الصحيح والسليم وهو مفتاح القراءة والتحدث. ولتفعل ذلك يجب أن تكون قد مررت بمرحلة تعلم الحروف. إذا مرحلة تعلم الحروف هي التي تعلمك مرحلة النطق السليم. ثم تتعلم قواعد الهجاء، قواعد النطق، وطريقة نطق المقاطع الصوتية، وخاصة المقاطع التي تحتوي على حروف متحركة لأنها الأهم. وكذلك لكي تتعلم يعني نطق الجمل يمكنك الاستعانة يعني بموسيقى فرنسية أو أفلام يعني الفرنسية. إذا هذه سوف تعلمك طريقة نطق الجمل وكذلك تعلم بسهولة. وهناك طريقة أخرى للتعلم يعني القواعد وغيرها من الأشياء بسهولة، هي قراءة بعض الكتب يعني الفرنسية، الكتب الفرنسية ولو أنك لا تفهم، يعني رغم أنك لا تفهمها فقط تقرأ، وبهذه الطريقة تجد نفسك تتعلم اللغة الفرنسية وفي نفس الوقت تتعلم كيف يعني تضع الجمل وكذلك تصريف الأفعال وغيرها بطريقة سهلة. إذا القراءة هي شيء جيد كذلك، ولكن إذا كنت لا تتقن القراءة فيجب أولا أن تتعلم النطق وكذلك أن تنصت للموسيقى كما قلنا، أو في الأفلام، أو لمن يدرس اللغة الفرنسية. كما يمكنك الاستعانة بقناة اليوتيوب كما نحن الآن نشرح لك، سوف نضع فيديوهات أخرى نشرح فيها تعلم اللغة الفرنسية. إذن كما قلنا، تعلم الجمل والعبارات التي تساعدك على التحدث،
حفظ أهم الجمل التي تستخدم بكثرة عند التحدث، مثل الجمل التي تقدم بها نفسك أو التعريف. أمر مهم جدا يساعدك على التحدث في البداية، لكن لا أنصح بهذه الطريقة إلا للمبتدئين. أما عند وصولك إلى مستوى متوسط أو متقدم، يجب أن تكون جمل بمفردك عن طريق المفردات والقواعد التي تعلمتها، مثل ما سأشرح في النقطتين التاليتين. إذا عندما تتعلم بعض الكلمات فيمكنك أن تضع بعض الجمل، ولكن كما قلنا هناك عدة طرق. إذا أول شيء يجب أن تفعله لكي تتقن أو لكي يعني تقوم بوضع جمل، تعلم المفردات فوكابولير. إذا أول شيء يجب، لا يمكن أن تتحدث بالفرنسية وأنت لا تعرف أي مفرد، يعني لا تعرف الكلمات بالفرنسية. أول شيء يجب أن تعرف بعض الكلمات، خصوصا الكلمات التي تستعمل، يعني إذا كنت تريد الدراسة مثلا باللغة الفرنسية فيجب أن تتعلم الكلمات الموجودة في المواد التي تدرسها. أما إذا كنت تريد أن تستعملها فقط أن تتحدث بها، فيجب أن تدرس الكلمات التي توجد في الوسط الذي تريد أن تتعلم فيه اللغة الفرنسية. إذن هناك عدة طرق، وهناك عدة برامج، وهناك يعني برامج في الهاتف وكتب لتعلم اللغة الفرنسية، وكذلك هناك عدة أشياء يمكن أن نتعلم منها الفرنسية، سوف نتحدث عنها في فيديوهات أخرى، ولكن الأهم طريقة تعلم الفرنسية. إذن كما قلنا، تعلم المفردات وكذلك تعلم تصريف الأفعال مهم جدا. إذا لكي لا أطيل عليكم، سوف أنهي الفيديو هنا، وسوف أضع لكم فيديو آخر إذا أردتم أن نضعه. فشجعونا في هذا الفيديو بوضع جيم، وكذلك وضع تعليقاتكم وأسئلتكم لكي نبني عليها الفيديو المقبل. ولا تنسوا كذلك أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم بالضغط على بارتاجي تحت الفيديو، انشروه في جميع المجموعات لكي يستفيد الجميع، ولكي نضع لكم فيديوهات أخرى إن شاء الله في المستقبل. وإلى فيديو آخر إن شاء الله.